السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنوا كامل تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم الكرعين بالحمص. غنحتاج الكرعين والحمص وواحد 8 د الريوس ولا 10 د الريوس ديال الثومه، الزنجبير وواحد البصيله. والانغريديان غنديروا شويه الملح، شويه ديال كوريندر باودر، بابريكا والترميريك، التحميره والزعفران البلدي. وغنديرهم في الكوكوت باش يطيبوا في ساعه، ولو انهم ساهلين باش يطيبوا درتهم في سميتو ديالهم، درت لهم الحامض ديالهم والملحه تتحيد فيهم كاع داك سميتو ورطابو. السي الحسن كان طلب مني ندير الكرعين، وقلت له ديجا درت فيديو ديال الكرعين داك العام وقيله، وقلت له دابا نديرهم لك. ها هما السي الحسن، تفرج ليا مع راسك. كرعين ساهلين، ما كاين لا كدير البصله والثومه والكرعين. غندير واحد جوج عواشق صغار ديال كوريندر باودر، ديال القزبور المطحون، جوج عواص صغار ديال التيرميريك ديال الزعفران البلدي، و لا بغى يدير بزار يدير بزار، انا ما كنديرش بزار في الماكله. انا غندير شويه ديال الزنجبير، جينجر فريش جينجر طحنتو احسن، شويه ديال السي سولت، شويه ديال الملحه، وشويه ديال زيت العود، ودرت واحد جوج عواشق ديال التحميره ديال بابريكا، ما نسيتها، عملتها مازال. صافي ندور الماء نعمرو بالماء السخون حتى يجي فوق الكرعين، ما طايب. غنديرو واحد 4 الوريقات ديال باي ليفس ديال وراق سيدي موسى، وندير عليهم الحمص. الحمص هو في الزكتو، وكنديرو في الفريج ملي كنبغي، كان باش كيجي ساهل حتى في الطياب ديالو. غندير واحد جوج عواشق ديال الطوماطو بيس ديال مطيشه، طوماطو سيريز، نحركو شويه واسميتو، ومن بعد تسد عليه طيب على خاطرو. وغندير واحد شويه ديال كورياندرين بيرسلي، شويه ديال القزبور ومعدنوس، درت على الربيطه والحتل داخل ديالهم. هاد لي بواط هادو كتغسل الربيع ديالك وكديرو فيهم، واخا يبقى حتى سيمانه ما يطرا له والو. ودابا غنديرو الخبز. ديجا شاركتو معكم، فهمتي، كدير الطحين واسميتو وشويه ديال الخميره والماء ديالها، وهنا شويه ديال النخاله فاش ملي ندير دوك الخبيزات الصغار، ثم تابعوا معنا وتشوفوا. ديجا العجينه انا درتها، ما شاركتهاش معكم لان ديجا شاركتها، قلت عابي ما يطيب سميتو ها راه نديروا الخبز. كديروا كوارات صغار، ديروا فوق ديك النخاله وتحطهم
الخبز هنا كنديروه بسميتو الخميره بلديه، كتخلي شويه ديال العجينه كتبقى تما واحد يومين 3 ايام حتى كتخمر. ملي كتعجن عاوتاني كتخلي شويه ديال العجينه كتخليها على الازاز، كديرها للحريره ديرها لكلشي، كتجي زوينه حامضه. سورتو في البلاد، البلاد كديرها وسميتو ساهله في التخمار، هنا شويه بارد الحال، خصها شويه الوقت. درت تقريبا واحد 500 غرام ديال الطحين، انتما كتعطوني واحد 12 خبيزات صغار. من بعد ان شاء الله الرحمن الرحيم غنشاركو معكم الشباكيه ديال رمضان، الله يدخلوا علينا عليكم بالصحه والسلامه. كنخليهم يخمروا شويه، الكرعين ديالها هما موجودين، تقريبا شي ساعة و ساعة ونص ولا ساعة و 35 دقيقة في الكوكوت. الخبز ديالي حتى هو كيطيب، لا هو نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، هذا اللي عجبو الفيديو خلينا شي لايك شي كومونتير، اللي مازال ما اشتركش معنا في القناه اشترك، هذا فضل وليس امرا. هانتوما كملوا معنا الفيديو، في هاد البرد هذا راه مع الكرعين هما اللي دوك الوريقات كنحيدهم ديال سميتو، المهم كنحيد كلشي داك الربيع حتى هو. المهم هذا هو لو بلا تاعنا، نتمنى يعجبكم، نشوفوا الخبز ديالنا حتى هو واش طايب. الخبز ديالنا حتى هو موجود، كيبقى رطب واخا يدوز حتى 4 أيام 5 أيام كيبقى ديما رطب. كديرو عاوتاني سخنو ملي كتبغى سميتو تاكل سخن خويزات داكشي اللي غتاكل. هذا هو تستفو الخبز ديالنا فاسميتو، تهلاو ليا فريوسكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انتظرونا فيديو جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم. انا كنديرو هادشي عادي معاك لا زواق لا والو.